من رأس البيشة. صورتنا كانت مباشرة وعبرة فضائية الأيام، وكانت هذه الصورة عبارة عن صور راجلة لهذه المسيرة الحسينية والتي تنطلق من أقصى جنوب العراق مرورا بالمحافظات الوسطى وصولا إلى كربلاء المقدسة. أقف الآن على مشارف طريق يا حسين باتجاه كربلاء المقدسة، ومن النجف الأشرف ننقل لكم صورة أخرى بعد أن كانت صورتنا قبل قليل من المناطق الجنوبية للعراق وصور متنوعة، ونبين ما يقدم في هذه المدينة المقدسة استعدادا لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام. مشاهدين كرام، في النجف الأشرف لا زالت وفود الزائرين من المناطق الجنوبية لم تصل إلى هذه المدينة المقدسة. كما تعرفون النجف تعد بوابة وميناء جوي لاستقبال المسافرين عبر مطارها، مطار النجف الأشرف الدولي. استقبل المطار لغاية يوم أمس قرابة 227 رحلة جوية من عموم الدول العربية والإسلامية، تقل على متنها أكثر من 30,000 مسافر عربي وأجنبي. إحصائية المطار تتوقع أنه ستبدأ من يوم غد بحسب جدول الذي أرسل إلينا، ستكون عدد الرحلات يوميا أكثر من 50 رحلة، ويتوقع أن تكون في أيام الذروة أكثر من 150 رحلة. ومن المترقب أن يستقبل مطار النجف الأشرف الدولي أكثر من ربع مليون زائر خلال هذه الزيارة بحسب الإحصائيات الأولية وبحسب التكهنات وبحسب الخطة التي رسمت لاستقبال الطائرات في مطار النجف الأشرف الدولي. الخطة الأمنية التي أعدتها هذه المدينة المقدسة من خلال غرفة العمليات، هناك أكثر من 30,000 عنصر أمني. اختلفت هذه العناصر الأمنية ووزعت بحسب خطة كاملة أعدت لهذه الزيارة من خلال غرفة العمليات، توزيعهم على مداخل المدينة المقدسة، مداخل المحافظة الجنوبية الوسطى، ومخارج النجف الأشرف باتجاه طريق يا حسين لتأمين هذه الزيارة وتوفير سبل الراحة للزائرين. فضلا أن دائرة الصحة قد نشرت أكثر من 515 مفرزة طبية على الطرق الميسمية، مداخل النجف الأشرف، المدينة القديمة، محيط العتبة العلي المقدسة، مفترقات طريق يا حسين وهكذا. وهناك أكثر من 120 سيارة إسعاف، فضلا عن مستشفى واحد متنقل وضع بين النجف الأشرف وكربلاء المقدس على طريق يا حسين لاستقبال الحالات الطارئة، وجهزت 3 مستشفيات صالات الطارئة لاستقبال الحالات الطارئة. هذا أغلب الأحيان نتحدث بإحصائيات كبداية يعني نستطيع أن نقول لقائنا مع جنابكم الكريم، وإن شاء الله تستمر لقاءاتنا عبر فضائية العتبة فضائيتنا، وكذلك اليوم إحنا مستمرين معكم. العتبة العلوية المقدسة هيئت صحن فاطمة الزهراء، وهذا الصحن سيستقبل أكثر من 30,000 زائر من خلال تفريغ منقاعات وفتح صحن فاطمة الزهراء. يعني عموما يعني هذه المناسبة الوحيدة اللي يتم افتتاح جميع يعني مرافق صحن فاطمة الزهراء لراحة واستقبال الزائرين من قاعات، من صالات، من باحات للصحة الخارجية، من مرافقات صحية بحدود 2900 مرفق صحي، فضلا عن فتح في التوسعات الجديدة أكثر من 15,000 متر مربع لاستقبال الزائرين، تم تجهيزه بما يليق الزائر من مصاطب وأماكن خاصة للراحة، تم تجهيزه وفرشه وأيضا مياه الإسالة، وهناك الكثير من المواكب الصحية. نقول بأنه هيئة المواكب في النجف الأشرف قد أعدت وأحصت أكثر من 17,500 موكب مسجل لديها، سينتشرون في المدينة القديمة على طريق يا حسين وكذلك على مفترقات الطريق وصولا إلى كربلاء المقدسة. هذا الإحصائية اللي نحددها لكم ونعطيها لكم عبر قناة الأيام الفضائية، وأيضا نبين بأنه هناك ومثل ما تشاهدون خلفي من خلال هذه الصورة أغلب الزائرين اللي يفدون إلى النجف الأشرف وينطلقون بعد زيارة سيد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام إلى كربلاء المقدسة هم من الزائرين العرب والأجانب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الهند، من باكستان، من الدول أيضا نستطيع دول الخليج فضلا عن دول العالم. وأغلب الزائرين يعني يصلون تباعا إلى النجف الأشرف ومن ثم ينطلقون إلى كربلاء المقدسة. تعد النجف الأشرف آخر نقطة على حدود مدينة كربلاء. أغلب الزائرين يصلون إلى النجف تعودوا
أن يزوروا مرقد سيد ولاية أمير المؤمنين، ومن بعد ونحاول أن نأخذ بعض اللقاءات بعد قليل مع الزائرين على هذا الطريق، مع السالكين على هذا الطريق، ومن خلال لقاءاتنا وإن شاء الله نأخذ هذه اللقاءات مع عدد من الإخوان ونتحدث معهم عن السير إلى طريق الحسين. معي سلام عليكم أحد خدمة المواكب الحسينية الأستاذ تحسين. سلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الأجر. عليكم السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حدثني عن استعدادات المواكب، أشاهد يعني هاي السنة تعودت النجف 5/0 7/0 يوم يعني استشهاد سيد ولاية الإمام الحسن المجتبى، تنصب مواكب استقبال الزائرين. طبعا لا يخفى عليكم أن النجف حلقة وصل وارتباط المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط بكربلاء، إضافة إلى منفذ مطار النجف الدولي الذي أنشأ خلال هذه 5-6 سنوات، أصبحت هنا النجف ثقل كبير، لذلك ما دعا المواكب هنا تنشطر وتتضاعف إلى أضعاف أكثر من 2000-3000 موكب اليوم حسيني، هو منتشر من أطراف النجف الجنوبية. تحسين بحسب الإحصائي اللي عندي أكثر من 17500. نعم، 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 نعم. ولكن أيضا معلومتك صحيحة، لأن هذول 3000 أو 4000 موكب داخل النجف، في مركز النجف. نعم، فهذه المواكب انشطرت وتكاثرت بفضل أبا عبد الله الحسين. هنا تقدم الخدمات من أطراف النجف الجنوبية إلى تخوم كربلاء، بل تجاوزتها إلى داخل كربلاء. مواكب النجف هنا تقدم كل ما تجود به أنفسهم من بذل وعطاء لهؤلاء الزوار. طبعا النجف معروفة بسخائها بكرمها، كل هذا في سبيل قضية الحسينية وقضية أبي عبد الله الحسين. المواكب هنا يعني كثير ما تشاهد، حتى الأطفال هنا في مواكب، حتى الكبار، حتى الشخصيات، مواكب الأطباء، مواكب الصحفيين، مواكب المهندسين، الكسبة، العمال، كلها هنا خرجت من بيوتها واتشحت بالسواد، وهنا الخدمة الحسينية يعني انت قاعد تشوفها هنا قدامك، إضافة إلى بيوت النجف. صادق، بيوت النجف كلها مفتوحة لاستقبال الزائرين لإطعامهم وإسكانهم. النجف رسمت صورة النجف رسم صورة من العطاء أيضا نوهت قبل قليل التنوع، يعني المواكب النوعية فضلا عن مواكب العرب والأجانب. الآن هذا موكب لأحد أخواننا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا التنوع ضروري جدا في خدمة الحسين عليه السلام. أكيد أكيد، هي قضية الحسين هي قضية شاملة تجمع الأبيض والأسود وذو القوميات المختلفة، عراقيين، أجانب، كلها تنصهر هنا في بودقة حب الحسين عليه السلام. ولا نفرق هنا في النجف وفي كل محافظات الجنوب والفرات الأوسط، لا تفرق بين زائر وآخر، كلهم هم زوار أبي عبد الله الحسين، كلنا هنا في خدمة هذه الزوار وهذه الجموع، وإن شاء الله هذه المواكب ولن تقصر في خدمة زائري أبي عبد الله الحسين. موفقين، وأقل ما أقول هنيالكم على الخدمة. مشاهدي الكرام، مثل ما شاهدتوا معي أحد إخواننا في خدمة المواكب الحسينية في النجف الأشرف يتحدث عن ما الجود به نفسه، ويتحدث عن الخدمة في هذه المواكب وما يقدموه. أيضا نتحدث عن فقرة مهمة تحدث فيها الأخ تحسين، بأنه المواكب النوعية، ضرورة وجود هكذا مواكب نوعية لتقديم الخدمات، أن يكون تقديم خدمة الزاد، خدمة الطعام، وهذه الخدمة أيضا تكون متلونة بطعم العلم والمعرفة للزائر الكريم. فإحنا ما أحوجنا أن نقدم هذا. السلام عليكم، عظم الله أجورنا أجوركم، مشاركين إن شاء الله في هذه المسيرة المليونية. الحمد لله، حدثنا عن هذه المسيرة. الحمد لله، وفقنا أنه نقدر نمشي بهذه الزيارة الأربعينية إمامنا حسين عليه السلام بالفضل العباس أخيه. الحمد لله. من أين القدوم؟ من مشخاب. ما شاء الله، يعني نستطيع أن نقول بأنه العراقيين وابناء المناطق القريبه بدأوا ان شاء الله. بدأوا ان شاء الله الحمد لله. انت معلم، مدرس، موظف، شنو؟ طالب. يعني طالب. مو انا اغلب الاحيان الطلبه واصحاب الوظائف يستثمرون هذه الفترات لان يحصل اجازه يوم يومين ويجي بيها. الحمد لله ناجح مخلص، يعني ما عنده فرصه كامله. يعني تفوق ان شاء الله مع القلب. الله يجمع. الحمد لله. شاعرنا اليوم احنا نشارك بهذه الخدمه الحسينيه، سواء السلوك على هذا الطريق والسير على درب ابي الاحرار او لا نيل الخدمه. الحمد لله، والله يعني خدمه ما تتعوض ابد، ونتابعها من سنه لسنه، انه احنا
نطلع من الوقت على مود عندنا مواكب كربلاء نخدم هناك للزوار. الحمد لله. وش تواصلوا بالسلامة وقلدناكم الدعاء والزيارة. موفقين مشاهدين كرام، احنا مستمرين وياكم. وطاها ملتها بالموبايل واقول له طاها حضر لي زوار، تعرفون الكاميرا واحدة وياها. مشاهدين كرام احنا مستمرين وياكم ونقدم لكم هذه الصور المشرفة. مشاهدين كرام تغطيتنا المباشرة وكاميرا الايام متواصلة وتنقل لكم يعني عبر منفذين، النجف الاشرف وايضا منفذ من المحافظات الجنوبيه، صوره مستمره وصوره مشرفه، صوره مشرقه للمسيره الحسينيه البحر الزاخر المنطلق من اقصى اقصى جنوب العراق مرورا بالمحافظات الجنوبيه والوسطى وصولا الى كربلاء المقدسه. وانقلنا قبل قليل احصائيات لما يدور في هذه المدينه المقدسه من استعدادات الجهد الخدمي، الجهد الامني، الجهد الصحي، وما يقدم لاجل استقبال زائري اربعينيه الامام الحسين عليه السلام، لا سيما ان النجف الاشرف تعد مرحله انطلاق نهائيه نحو كعبه الاحرار الامام الحسين عليه السلام. ولان النجف الاشرف مدينه علي بن ابي طالب الإمام الهمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أغلب الزائرين تعودوا أن يعموا مرقد سيد ولاي أمير المؤمنين، يتم الزيارة والبيعة إلى أمير المؤمنين ومن بعده يتجهون إلى كربلاء المقدسة. معي أيضا ضيفي وفي هذا البث المباشر الأخ الأستاذ ماهر العبودي، مدير إعلام دائرة الصحة النجف الأشرف. سلام عليكم. سلام. أستاذ ماهر، وعظم الله لنا ولكم الأجر. سلام عليكم زميلي العزيز، نعزي الأمة الإسلامية ونعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا الكرام لذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. حسب تعليمات وتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبإشراف مباشر من قبل الدكتور عبد الله محمد الغزالي، باشرت مفارسنا الطبية التابعة لدائرة صحة النجف وضمن خطة متكاملة تختلف عن باقي السنوات، وذلك بسبب زخم الزيارة واختلاف الأنواع الجوية في هذه الأيام. اليوم دائرة صحة النجف شاركت تقريبا 115 مفرزة طبية، هذه المفارس من جل همها تقديم الخدمة إلى الزائرين الكرام وتقديم العلاجات، ولا تقتصر هذه المفارس على فقط الإسعافات الأولية التي تقدم إلى المرضى، بل شاركت لدينا المفارس الصحة العامة وهذه همها متابعة ومراقبة الأغذية وكذلك مصادر المياه. ومن خلال قناتكم الموقرة نحب أن نصل إلى المواطن الكريم رسالة بأنه عدم التعرض إلى أشعة الشمس بصورة مباشرة، وكذلك الكثر من شرب السوائل والماء في هذه الزيارة، وعند حدوث أي لا سمح الله أي أعراض عليه الاتجاه لأقرب مفرزة طبية موجودة على قارعة الطريق يا حسين صوب كربلاء. اليوم دائرة صحة النجف شاركت أيضا بثلاثة مستشفيات ثابتة، هذه المستشفيات هي مستشفى الشهيد حسن هلوز ومستشفى الحيدرية العام ومستشفى النجف العام، هذه مستشفيات ثابتة لحدوث لا سامح الله أي طارئ. وأيضا شاركت سيارات عجلات الإسعاف الفوري تقريبا 115 عجلة، إضافة إلى مفرزة العتبة العلوية ومفارز الحشد الشعبي، كلها مشاركة من أجل تقديم الخدمة إلى زائرنا الكرام. وكل هذا هو بدعم وإسناد من معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي وبإشراف مديرها العام الدكتور عبد الله محمد الغزالي. نعم أخي فلان. أستاذ ماهر، الحقيقة لفت نظري إلى نقطة مهمة كنت أحاول أتحدث بها وحدي، ولكن همزين بوجودك يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم. لا حقيقة بالنسبة للأغذية كثير من المواكب، احنا مو نريد نحبط العزيمه، ولكن نقول الدنيا حاره، بعض المواد الغذائيه احتمال تفسد، فضروره التاكد من المواكب الموثوقه، التوزيع مو اي مكان يوزع اغذيه او كذا على طريق بعيد، احنا طرقنا مؤمنه ان شاء الله، فيجب التاكد من الجهه اللي توزع والمصدر، من بعدها تناول الأطعمة وغيرها. ملاحظة مهمة منك أخي فلاح، كون اليوم الأطعمة مثل ما تعرفون ارتفاع درجة الحرارة وهذا كله يسبب بعض التسمم للأغذية، لكن دائرة صحة النجف قسم الرقابة الصحية متابع كل المواكب الحسينية الشريفة التي تخدم في هذه الأيام خدمة يعني خدمة فوق الخيال يعني، فهذه مقدمة هي أيضا من أجل متابعة كل الأغذية وكل المواد الغذائية التي توزع إلى الزائرين الوافدين إلى مدينة أمير المؤمنين المتجهين صوب قبلة الأحرار، يعني رسالة اطمئنان إلى المواطن الكريم
بأن كل المفارس الطبية هي متابعة لجميع المواكب التي توزع الأغذية على المواطن، وكذلك نصيحة بأنه عدم شرب السوائل أو هاي من خلال الباعة المتجولين فقط من المصادر الموثوقة والمسجلة لدينا في دائرة صحة النجف. أحسنتم أستاذ ماهر، شكرا جزيلا، نتمنى لكم الموافقية في عملكم إن شاء الله بالأيام القادمة، أيضا نتواصل وياكم لأن أكيد عندكم إحصائيات جديدة بعد تسجيل الأمور. أستاذ فلاح شكرا لكم ولقناتكم ومن خلال القناة الموقرة قناتكم، أرجو منكم يعني رسالة إلى جميع المواطنين، فسح المجال لسيارات الإسعاف مثل ما تعرفون حدوث الطوارئ، يجب التعاون مع دائرة الصحة، التعاون مع جميع المنتسبين، فهذه هي رسالتنا كدائرة صحة النجف إلى زائرين الوافدين. أحسنتم، شكرا جزيلا، موفقين إن شاء الله. مشاهدي الكرام، مثل ما تحدث الأستاذ ماهر وأكد لنا بأنه الأمور الصحية مهمة جدا لا سيما في هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يقصرون خدمة المواكب، احنا نستظل بخيمة وضعوها خدمة المواكب على هذا الطريق، وهكذا هاي جهود ذاتية فضلا عن الجهود الأخرى، يعني تعرفون جهود المواكب كلها جهود ذاتية، جزاهم الله خير. معي أيضا أحد خدمة الإمام الحسين أو السارين على طريق يا حسين، السلام عليكم، عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدي أبا عبد الله الحسين وآل بيته الطيبين الأطهار. حدثني عن مشاركتكم على طريق يا حسين. والله هاي النعمة الكريمة اللي الله سبحانه وتعالى من علينا بها كل عام هي زيارة الإمام الحسين. شوف هسه كل الدول اللي جاية، كل الدول جاية مواساة لأبو عبد الله الحسين. أسأل الله أن يحفظ هاي الزوار، أن يحفظ هاي العالم أجمعين، أن يتقبل هاي الزيارة. من قدومكم؟ أنا قدوم من النجف، منها كل سنة أجي من النجف. قولتهم يقولون مبكرين هالسنة، من وقت؟ اي مو جو حار، المشي صار بس بالليل، مشي بالنهار ماكو. يعني بالنهار ان شاء الله بالمواكب تستراحون لو ترجعون. لا انا عندي موكب خدمه بكربله، فاعوف الولد يخدموني يكملون. يعني انت ما شاء الله قل لي هيك استعجلت بالمسير حتى تروح تقدم خدمتك لكربله. بالضبط انا عندي موكب بكربله. الله يسلمك حبيبي. شلون تحاولون يعني كانما تمشون اموركم بين المسير الى الحسين، بين تقديم الخدمات، تاركين اماكنكم، تاركين اعمالكم؟ هاي جهود لو شنو شو توصفوها؟ انت شوف يعني اكو امل يعني نعيش منها السنة الجاية، هاي الايام معدودة، هاي الايام محسوبة من العمر، اتوقع يعني انه اذا فاتت بعد ما ترجع، فاتمنى من رب العالمين انه ما نحرم من هالخدمة. تستثمرون كل نفس، كل دقيقة، كل لحظة. بالضبط ابن عمي، بالضبط، هاي الايام عظيمة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بها وان يتقبل هذا المسير. ما في مواقع التواصل؟ ولكن طريق الحسين يعلمنا العقيدة الحقيقية، لازم مو كل فكرنا نشوفها على الفيس أو نشوفها على موقع ناخذها، اللي ترتسم بطريقنا اللي يعلمك عليها والدك واللي ناخذها من طريق الحسين. إيه أحسن مو؟ إيه. كل التوفيق إن شاء الله، وإحنا نتمنى لكم التوفيق. التوفيق للجميع، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا، موفقين، توصلون بالسلامة وتنسون الدعاء والزيارة. مشاهدي الكرام، هذا اللي نلوح عنه واللي نأكد عليه واللي ذكرته قبل قليل بأنه إني سلم لمن سالمكم، المسالمة الحقيقية لمحمد وآل بيت محمد السير على طريقهم والنهل من هداهم والتمسك بمبادئهم التي عبدوا هذا الطريق، طريق الحرية، بدمائهم بألطاف إلهية، فهذا هو طريق الحرية. ومشاهدين الكرام، نتحدث نقول لأخواننا، شبابنا، بناتنا، خواتنا، قائدنا الحسين وسيدنا الحسين وإمامنا وقدوتنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليضحك عليكم واحد وليقشمركم واحد بأفكار غربية، بأفكار خبيثة، بأسماء ومسميات مختلقة يراد من عندها النيل من ثقافتكم الإسلامية الحقيقية، يراد من عدها حرف المسيرة المحمدية، يراد من عدها طمس أخلاقنا، يراد من عدها طمس حجابنا. سلام عليكم، تعالوا هنا يمي، قواكم الله، هنا 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 يمي نزلها. راي من جيتكم؟ جيتنا والله من المام علي الجرنة، طلعنا
اصل بيوتكم وين؟ اصل بيوتنا جينا من كربلاء لهنا نزور. يعني انتم هالكربلاء؟ هالكربلاء يا عنيالكم. يعني انتم تجون للنجف تجددون عهد ويا امير المؤمنين تروحون مشي؟ نروح مشي وتخدمون عبد الله الحسين ونخدم ان شاء الله. سولفت على هالمشاعر الحلوه. والله المشاعر ما تنوصف، مشاعر حلوه وهاي الزوار الحلوه والعالم الهواي مشاعر ما تنوصف ابد. احنا قبل شويه كنت اسولف ابو الصوره مع السيد السيستاي تعالي منا انا حبيبي يمنا. قبل شوي كنت اسولف بانه اكو افكار كثيره دخيله، كله احنا نستخدم الفيس وغيره. ايه شاهدتوا بهاي الايام اكو هجمات على شبابنا، على اولادنا. احنا ناخذ طريقنا من طريق الحسين، مو اي فكره ناخذها. احنا طريقنا طريق الحسين ما نغيره. احنا على عهد ابو عبد الله الحسين وما نغير هذا الطريق ولا ناخذ فكره من غير عالم، طريق افكارنا ناخذها من صاحب الزمان عجل الله فرجه، وهاي الافكار مالتنا ما ناخذها من غير ناس من غير عالم. رحمه الله. ايديك وين هنا أنا ابو الصوره؟ تعال هنا أنا حبيبي، تعال 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 انت، تعال طب طب اطلع اطلع تعال سير صف الصوره. الله 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 يساعدك. الله يساعدك. شلون؟ الحمد لله. تعبان؟ لا اي والله. شايل صوره السيد السيستاني ثاني، صوره السيد علي السيستاني اللي هو رمزنا وابونا وخيرنا عمتنا مو؟ ممكن فهذا من نشيله كانما نعتبره هو قدوه لنا بحياتنا. قول ولا لا؟ ايه نتمسك بما يوجهه ان من احكام من تعليمات من توجيهات مأساة شبابنا. جزاكم الله خير. جزاك الله. شو تخدمون بكربلاء؟ نخدم الزوار. عندكم موكب؟ ايه موكب شباب كبار. شو موكبكم؟ هو شباب كبار مال منطقتنا. مال منطقتكم؟ نعم. شو تقدم بهم خدمات؟ خدمات ايه كل شيء. كل شيء؟ كل شيء. مو؟ ايه وايضا اذانك عليهم. وايضا بيوتكم مفتوحه للزوار؟ مفتوحه للزوار، الموكب مفتوح للزوار. هنيئا لكم، موفقين ان شاء الله، توصلون بالسلامة، توصلون بالسلامة. مشاهدين الكرام احنا مستمرين ياكم وننقل لكم هذه الصور على هذا الطريق، طريق الجنة، طريق يا حسين. السلام عليكم، تعالي يا حبيبي. السلام عليكم. سلام. شلونك؟ صحتك؟ الحمد لله بخير. شلونك وين المشي؟ والله زين تعب، انا طالع من البصرة. من البصرة؟ اي والله. شنو؟ اجيت للنجف سيارة لو لا لسه؟ والله جيت انا وجماعتي 11 نفر. وتخاربنا وظليت بس انا وهذا. اجيتوا للنجف؟ ايه زرتوا امير المؤمنين؟ اي ورد اطلع للامام الحسين. للامام الحسين، هنيئا لكم. انت شاب وطالع للامام الحسين. ايه بداخلك مو مرات تمثل لك ثوره الحسين فالشيء عقيده تضيف لك؟ والله شيء عظيم. شيء عظيم الحسين، الامام علي. هسه انا اتمنى اوصله واسولف وياه على الصار انا وجماعته هسه تخربنا. ايه شو اريد من عندك؟ ايه يمن توصل؟ ايه اقل بينك وبين نفسك اكو فد عقيده خاصه. وهاي العقيده ما تنثني عن المبادئ. تدعي لي اذا توصل؟ ان شاء الله. قلت انسان بالدعاء. بعد روحي. توصل بالسلامة. رسالة بس وجه رسالة. لا رسالتك وصلت حبيبي. مع السلامة. مشاهدينا الكرام لا زلنا وياكم وناخذ مختلف شرائح المجتمع بمختلف الطبقات ويتحدثون عن ما بداخلهم الشاب الكبير الصغير وايضا معي جماعة هنا اخوان. السلام عليكم. من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأهواز. وصلونا أهل الأهواز. أهلا بخدمتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا جيناكم من الأهواز، هاي 15 سنوات نجي هنا. الحمد لله والشكر اخوان العراقيين من شهرين من عندهم، يعني بما نقول يعني ما 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 مقصرين ويانا على كل شيء. والحمد لله نسولف اذا نقول اني من يجيني واحد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسولف على الوحدة. الوحده اللي تجمعنا، منو اللي يجمعنا؟ الحسين. الحسين ابو عبد الله هو اللي وحدنا، هو اللي يخلينا نصير خدم، وان شاء الله هذه الخدمه تمتد الى عصر ظهور امامنا عجل. السلام عليكم ابو عبد الله الحسين، السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك ابو عبد الله. عليك بني سلام الله ما بقيت واغيت الليل والنهار. رساله نوصلها للعالم اليوم اجمع، اللي يحارب الطريقه الحسينيه، شو نقول له؟ والله نقول له لبيك يا حسين. والله لبيك يا حسين، لبيك يا زينب. اي والله وهذا الطريق كله مشي عليه مشي عليه. هاي قدام ثلث اربع ايام قاعد نمشيها احنا. انا ابو عبد الله هنيئا لكم. من الاهواز جاي وين خدمتكم. هنيئا لكم. توصلون بالسلامه. قلدناكم الدعاء والزياره. الله يخليك. موفقين. تعال يمي حجي تعال 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 يمي. سولف لي هاي كم سنه تمشي للحسين؟ والله سلام عليكم، عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب الجلل. واقول ان لبيك يا ابا عبد الله، هؤلاء الناس تشوفها دعاتية هاي كلها عشاقك ومحبين لك، والحمد لله احنا اليوم ثالث من جينا
إيه الحمد لله الخدمة كلها جيدة. الرسالة توصلها لأخوتك بالأهواز، جد قل لهم تعالوا شوفوا أحبابكم هنا، كلها الناس هنا مجمعة على حب الحسين عليه السلام، والحمد لله إن شاء الله كل التوفيق. قلدناك دعاء وزيارة، موفقين. مشاهدين كرام، احنا مستمرين ياكم وننقل لكم هذه الصور للسائرين على درب أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام. طاهي قلت تعبت؟ لا ابوي ايش تتعب، بعد مستمرين ويانا، واحنا مستمرين ان شاء الله وياكم ونبقى على هذا الطريق، وان شاء الله رسالتنا يوميه عبره فضائيه الايام، وهذه الفضائيه اللي توصل رسائلها المتعدده الى شبابنا الواعي، ونحدثهم بانه طريقنا طريق الشباب، طريق الحسين، طريق الثبات، طريق القوه، طريق الاصرار، طريق الوحده الايمانيه الاسلاميه، طريق الحسين اللي عبد بدمه الزكي وآله الأطهار وصحبه الميامين. شو يريد من عندنا؟ يريد من عندنا أن نسير على هذا الطريق ونسلك هذا الطريق اللي عبد بالحرية، طريق هذا طريق بأنه هذا الطريق ذات الشوكة، هذا الطريق الذي نصل به إلى أقصى ما يمكن، وهي مجرد خطوات، وهذه الخطوات تمثل لنا الطريق الحقيقي، وهذه الخطوات تمثل لنا اليوم كيف أن نبقى متسلحين من مبادئنا بعقيدتنا، وحتى نكون قدوة لغيرنا ونكون قيادات لغيرنا. لماذا؟ لأن هذا طريق، طريق الحسين هو طريق الإمام صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ونقول اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم بكل خطوة وبكل نفس وبكل آهة وبكل قطرة عرق عجل لوليك الفرج. مشاهدي الكرام، احنا مستمرين وياكم بتغطيتنا وصورنا الحصرية لفضائية الأيام من مفترق طريق يا حسين باتجاه كربلاء المقدسة، ومن خلفي مدينة النجف الأشرف، ومشاهدون طلائع الزائرين الوافدين إلى هذه المدينة المقدسة اللي وصلوا إلى النجف الأشرف عبر مينائها الجوي مطار النجف الأشرف الدولي، واللي استقبل لحد الآن قرابة 227 رحلة، وقرابة 30 ألف زائر. الإحصائيات اللي عندي أكثر من 30 ألف زائر استقبل المطار، وإن شاء الله في الأيام القادمة تزيد عدد الرحلات، يومية 50 رحلة وصولا إلى 150 رحلة، ويتوقع أن يستقبل 250,000 زائر عبر مطار النجف الأشرف الدولي، عرب، أجانب، دول الخليج، جمهورية إسلامية. وأيضا نأخذ فاصل ومن بعدها عودة إليكم. هذه عودة أخرى مشاهدي الكرام، وتغطيتنا المستمرة المباشرة من قناة الأيام الفضائية، وأيضا صورنا المتعددة من النجف الأشرف، من مدينة السماوة، وأيضا من كربلاء المقدسة. وهناك جملة من اللقاءات لهذه المسيرة الحسينية الراجلة المتجهة نحو كربلاء المقدسة، ننقل لكم صورة وضاء ومحورية لهذه المسيرة، أهداف هذه المسيرة، مبدئية هذه المسيرة، السير على هذا الطريق، طريق يا حسين المتصل نحو كربلاء المقدسة. وأيضا تعال يمي، نقول الله يساعدك، جبت لي شاي، وانا شو اقول لك؟ اسوي لقاء وياك قبل ما اخذ الشاي. خدمتك، اشرب شاي. سولف لي على هاي الخدمه اللي تقدموها. والله احنا هذا الموكب مالتنا يبدي من يوم 7/0، كل سنه، هاي صار لنا 20 سنه من بدايه السقوط لحد الان احنا نخدم الزوار. ما شاء الله. اي والله، يوميه يعني شربت والاكل هالموجود نقدمه للزائر. هاي الخدمة الحسينية المقدسة. متعبون متملون؟ لا والله، لا والله، يعني ما نقدم، احنا مقصرين حق الإمام الحسين. شاي يطيل واحد ثاني من الزوار، وانا بعد شوي اشرب منك شاي. خدمتك. موفقين ان شاء الله. عم ابو ميثم تعلمي موفق على هذه الخدمة. السلام عليكم، الله يحفظكم، يحفظكم ويحفظ كل وسائل الإعلام التي الأستاذ أبو ميثم من الإعلاميين المخضرمين في النجف الأشرف، وعاصر الكثير، وهو مبدئي من منطقة العمارة القديمة في النجف، هذه احنا نسميها الحارات الأربعة، وهاي احنا أيضا نعتز بنجفيتنا وما يقدموه من خدمات لأصحاب المواكب لهؤلاء السائرين على هذا النهج.
السلام عليكم، عظم الله اجوركم اعزائي المشاهدين وكل العاملين في المجال الاعلامي الذين يواصلون الليل بالنهار من اجل تغطيه هذه المسيره الخالده التي تستمر لربما حتى شهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في 27 من صفر. فالحمد لله يعني احنا كما دأب الاباء والاجداد منذ مئات السنين باقامه واحياء هذه الشعائر حقيقة مثل ما كان للكسبة، للحدادين، للنجارين، للصاغة مواكب، أصبح للصحفيين والإعلاميين في النجف في الأشرف موكب الآن منذ يومين يقدم الخدمة للزائرين، وهم مسرورون ما يقدموها لزوار أمير المؤمنين سلام الله عليه في زيارة الأربعين. حقيقة عمل مثل أنا سمعت قاطعك، ولكن اليوم يمن يكون موكب خاص للإعلاميين، موكب للمحامين، موكب للأطباء، هذه النوعية تقدم لنا فكر وثقافة. هذا ما زرعه الآباء والأجداد بأنفسنا حينما كنا أطفال، لما حينما كبرنا وأصبحنا في هذه المهنة التي تفضلت بها. الحمد لله وددنا أن نسير على نفس النهج الذي ربينا به وتعلمنا من آبائنا وأجدادنا وجيراننا في النجف القديمة. الحمد لله والشكر، ترى الآن البيوت فارغة، الآباء والأبناء يقدمون خدمة للزائرين وهم جدا مسرورين بهذا العمل ويتمنون أن تستمر على طول العام. نسأل الله الثبات على الإمام. أبو ميثم، ما أعوفك اليوم، الأهداف من أهداف مسيرتنا الحسينية توعية الشباب. اليوم شبابنا أمام هجمات، يعني شلون واحد واقف وسكاكين كل دائرة ما دائرة، ولكن طريق الحسين، طريق العقيدة، طريق المبدأ، طريق الثبات، يعلمنا الكثير بأن نروح على الانحرافات. أستاذ أبو مرتضى، أستاذ فلاح، أنت واكبت هذه السنة والعام الماضي ما شاهدته في المدينة القديمة من حضور جماهيري شبابي. حقيقة يسر كل واحد مؤمن، حقيقة كل فئات من 15 إلى 30 سنة، الشباب الواعي الملتزم تراه مشاركا في إحياء هذه المناسبات، وهذه اعتبرها بركة من بركات ولاية أمير المؤمنين. حقيقة نتذكر في هذه الأيام، لازم أن لا ننسى الدماء الزكية لأبناء النجف الأشرف في انتفاضة 77 الذي سارت بنفس هذا الطريق. يشهد الله، كنا بالمئات والآن بعشرات الملايين، هذا كله ببركات الالتزام بالعقيدة وبالدين و بما بالتضحيات التي قدمها النجفيون وغيرهم في سبيل العقيدة. كل التوفيق إن شاء الله الغالي، وعظم الله أجوركم، ونتمنى لكم التوفيق وتستمرون إن شاء الله حتى ظهور الحجة إن شاء الله. إن شاء الله. أبو ميثم ذكرني، يعني حقيقة نعرج على انتفاضة 77 واللي كانت بمباركة المرجعية الدينية، ثل من الشباب الأبطال المؤمنين المتسلحين عقيدة الحسين عليه السلام وعقيدة رسول الله والعقيدة الإسلامية الحقيقية العلوية الفاطمية الزينبية، عندما خرجوا على هذا الطريق وفي منطقة الحيدرية، احنا سابقا نسميها منطقة خان النص، وتصدوا للاعتداء الصدامي البعثي المجرم في تلك المنطقة، وكانت هناك معركة دامية، استخدم أبطالنا الرايات والعصي، وبالمقابل البنادق والدبابات والطائرات من العنجهية البعثية. تصدى الأبطال وواصلوا المسير، قدموا الشهداء، قدموا الدماء على هذا طريق الدماء وطريق التضحية، وأكدوا بأن ثورة الحسين ثورة وضاءة، وكانت من القيادات التي يشار لها بالبنان السيد المرجع الكبير السيد محمد صادق، محمد الصدر، هذا السيد محمد باقر الصدر، هذا الرجل الشهيد الذي اغتالته الطغمة البعثية المجرمة، والشهيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب، هؤلاء الذين كانوا هم من القيادات ومن الموجهين لتلك الانتفاضة، الانتفاضة التي حقيقة كانت أولى بذرات هذا الطريق، وسار على هذا الطريق الأبناء كما سار الآباء والأجداد، ولا زال يقدمون التضحيات، وليست بعيدة منا، هكذا هي في الأمس القريب تضحيات أبطالنا أبطال الحشد الشعبي، عندما وقفوا هؤلاء الأبطال ووقفوا بصدورهم أمام أولئك القتلة المجرمين الذين أرادوا انحراف الدين، ولكن هيهات، منابرنا وطريق الحسين هو الذي يؤدب ويعلم ويعطي الدروس للأبطال، للفتية، للشباب،
ولهذا نحن اليوم على هذا الطريق نؤكد بأننا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. نعم نسالم من سالم الحسين، نسالم من سالم محمد، نسالم من سالم علي، نسالم من سالم الزهراء، ونقف ضد من وقف ضد فاطمة الزهراء وأراد وأسقط جنينها. ذلك الطريق الذي أريد به، طريق الغي وطريق الشيطان، طريق علي وطريق محمد وطريق الزهراء، امتداد إلى صاحب العصر والزمان الحجة المنتظر. شبابنا أبطالنا الجميع ينادي يا حسين على هذا الطريق، لأن الحسين طريق تضحية، طريق فداء، طريق ثورة، طريق مبادئ، طريق عنفوان، طريق خطه أبي الضيم وقطر عليه من دمائه الطاهرات الزاكيات. وكذلك هذا الطريق طريق عبد الله الرضيع، هذا الطريق طريق علي الأكبر، طريق ذلك البطل العلقمي سعق العطاشة العباس سلام الله عليه. نستمد منهم العزمة، ونستمد منهم الفداء، ونستمد منهم البطولة، ونستمد منهم الرجاء للوصول إلى أهدافنا المنتخات المرجوة بمبادئنا وعقيدتنا. عقيدتنا في البقاء على هذا الطريق طريق الثورة. شوف المتحدثين، وإحنا مستمرين وياكم مشاهدي الكرام حتى نأخذ ياكم بعض المتحدثين السالكين على هذا الطريق ويشاركونا، حتى الحديث ما يصير بس إلي أني والأخوان السائرين، ولكن إحنا أغلب الأخوان الموجودين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحاول نشوف بعض الأخوان قبل قليل كانوا أخواننا الماشين على هذا الطريق والسالكين على طريق الحسين طريق الثورة أيضا من دول الخليج العربي، ولكن كنا في فاصل وإن شاء الله إحنا متواصلين وياكم. وهذه التغطية المباشرة الميدانية من النجف الأشرف نحو كربلاء المقدسة. ذكرنا ونذكر أيضا بأنه هناك الكثير من الاستعداد والجهود تقدم عبر التعبئة اللوجستية اللي تقدمها مواكبنا، اللي تقدمها أيضا جهاتنا الخاصة وزاراتنا الساندة كوزارة الدفاع والداخلية، وأيضا قيادات الحشد الشعبي ما يؤمن، مثل عندنا فرقة الإمام علي القتالي أيضا منتشرة على حدود النجف الأشرف البرية، وكذلك متاخب النجف الأشرف أيضا على طريق البري وهو أيضا يسمى الطريق الصحراوي. وهناك طرق نتحدث عليها إن شاء الله، مو هذه التغطية، لأن عندنا تغطيات إن شاء الله تبقى مستمرة خلال هذه العشرة أيام، ونأخذكم بجولة إذا أمكن إلى بعض الطرق الحقيقة الميسمية. إحنا نسميه الطريق طريق الماي، طريق العلماء، طريق البيادة، ذاك الطريق الخضار والنخل ونهر الفرات، وأيضا ذاك الطريق كان سلك العلماء، وأيضا ذاك الطريق هو طريق المجاهدين، وأيضا هناك طريق صحراوي، وهناك طريق هو هذا الطريق الذي يسمى بطريق يا حسين. مستمرين وياكم مشاهدين كرام بتغطيتنا، وهذه التغطية الميدانية من هذه المدينة المقدسة، ونأخذ فاصل ولدينا عودة أخرى. أنا لكم مرة أخرى مع ضيفنا من أهالي البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. عظم الله لكم الأجر. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد السيد السوداء. والله اليوم احنا جينا من البصرة. ولا هم لا حار ولا هواء ولا أي شيء. هاي ذكرى الأربعين احنا كل سنة. لا ما يوقفنا، لا ما يوقفنا أبا عبد الله هذا. والله احنا هذا احنا موكبنا يم السايلو. فنخدم احنا هاي الزوار. الحمد لله والشكر والله. خدمة نعمة. شلون تشوفون أعداد الزائرين اللي دخلت إلى كربلاء هاي السنة؟ والله هو كل سنة إن شاء الله تزيد، يعني كل سنة تزيد. هي هاي يعني الزيارة كلها تتعنى الدول، يعني المجاورة، يعني حتى غير دول بدون مجاورة هاي، بس يعني على مود يحيون هذا اللي هي ذكرى 40 سيد شهداء. اليوم اكيد دائما انه احنا نصف كربلاء المقدسه بالخيمه الكبيره التي يستظل تحتها جميع دول العالم وجميع محافظات العراق طبعا. واليوم احنا نشوف يعني ما شاء الله زائرين الامام الحسين اليوم من ايران ومن الكويت ومن السعوديه ومن جميع الدول اجت الى مرقد سيدي ومولاي ابا عبد الله طبعا. الحسين طبعا أكيد. كل شيء هذا نسويه قليل حسبي، يعني المشي والخدمه واي شيء نسوي السيد الشهداء قليل هذا الشيء قليل
كليتنا خداما لابا عبد الله. دعاء روح لك حبيب. الله يبارك بكم والله يوفقكم وعساكم من عواده ان شاء الله. دعاء روح لك، دعاء روح لك، الله يخليك. احبتي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، مستمرين بتغطية هنا هذا، خليكم ويانا. ينادي يا حسين وناديون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. تمشون وين اليوم؟ صار لنا 6 ايام. عظم الله لكم الاجر. وانا بالليل منتسب وادعو. ما وقفكم الحار، ما وقفكم أبد التعب ابد يعني ابد والله. نواسي الامام الحجه عجل الله فرجه والسيده زينب سلام الله عليها، ولا يوقفنا حار ولا بريد ولا تفجير ولا ارهاب. وندعو للشعب العراقي الله يوفقكم على هاي الخدمه. الله يوفقكم. وانتم القناه الناطقه الصادقه الذي تنقل يعني معاناة الزائر، وندعو لكم كل خطواتنا. طيب اليوم شلون شفتوا الطريق من العمارة إلى كربلاء؟ والله يعني ما شلون شفتوا المواكب الحسينية؟ شلون شفتوا خدام الحسين؟ شلون شفتوا زائرين الإمام الحسين بالطريق؟ والله زائرين الإمام الحسين سلام الله عليهم يعني محتارين شو يسوون، من فواكه، من مشروبات غازية، من بعض الملابس يغسلوهن، بعض يعني الخدمات يعني ما يحضرني اتذكرهن يعني يخجلوننا، يخجلوننا يعني والله العظيم. واجرهم ان شاء الله على صاحب العصر والزمان. احنا ما ننسى انه اللجان الطبيه والمفارز الطبيه اللي انه بالطريق اكيد ومفرزات كل الشكر والتقدير لهم. اي والله كل الاخوان اللي جاء من دولة الكويت ومن دولة الجمهورية الإيرانية ومن كل الدول المحاضرين في هذا العزاء. أكيد زين، هم بما أنه اليوم أنت لابس أنه هذا أيوه. الزي الرسمي اللي تقوده أن القوات الأمنية أيوه. شلون شفتوا الخدمات الأمنية وشلون شفتوا أنه العناصر الأمنية وانتشارهم على طريق على هب الاستعداد، على هب الاستعداد يعني مثل الحيذة والحضار يعني هم مسيطرين على الأوضاع. ونشكر رئيس الوزراء الأخ السوداني على هذه الخطة الجيدة، ولا ننسى وزير الدفاع ثابت العباس على هذه المراقبة للمؤسسة العسكرية والدفاع. أكيد الله يبارك بكم. أشكرك 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 أشكرك. عظم الله لكم أجرنا وأجركم. أكيد إحنا مثل ما متعودين إنه بكل تغطية إنه إعلامية نشكر القوات الأمنية بكل صنوفها من الدفاع والداخلية والحشد وكل أصناف القوات الأمنية. وأكيد لا ننسى إنه الجهد الطبي والمفارزة الطبية التي قدمت إلى زائرين الإمام الحسين كل ما وسعت من المجال الطبي. خليكم ويانا مستمرين بتغطيتنا هذا طيلة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مشاهدي قناة الأيام الفضائية، اليوم أنه ويانا امرأة عراقية. تفضلي حجية، تفضلي. طبعا أولادها أنه شهداء، اليوم أنه حاملة صورة أنه الشهيد ومتوجهة إلى المرقد الشهيد، إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. سلام عليكم حجية، عساك ما تعبت الله يا بعد عمره. عظم الله أجرك. أجرنا وأجركم يا بعد قلبه. من يا محافظة حجية؟ جيت أنا من أهلي بالبصرة، من النجف في الكربلاء. إلى كربلاء، الله يوفقك. رحم الله والديك. يرحم وليدك بحق الحسين الشهيد. اليوم أنه إحنا نريد أنه هسه قلتي لي أنه يمكن ابنك أنه من عمره 8 سنين؟ إي. يعني لما ما استشهد يمشي مشاية. شو وقت استشهد؟ من 2015. 2015 اي عباره هاي 9 سنين صار له. وكل سنه انه انت حامله؟ هذا انا حامله صوره من استشهاده لهسه انا حامله صوره مالته. الله يوفقك. ما اقدر امشي خلاف الصوره، ما حد يمشيني بس الصوره تمشيني. اكيد اي بعد. اليوم يعني احنا نقول انه هذا الرئيس بالجنه. الحمد لله والشكر. وكليتنا احنا اولادك وكل أولاد العراق هم أولاد. الحمد لله والشكر. مصيبة السيدة زينب كان أحسن من سيدة زينب، أحسن من الإمام الحسين والعباس. أنا المن فديته للإمام الحسين والعباس. سلام الله عليك يا أبو. سلام الله عليهم. هي هاي الخدمة الحسينية احنا نقول. حسينية والحمد لله والشكر. بعد هو هذا ماشي درب الممشى احنا. جيه شلون شفتي لنا الطريق من جيتي انه من البصرة للنجف، من النجف إلى كربلاء، شلون شفتي الخدمة الحسينية؟ الخدمة الحسينية الحمد لله والشكر نعمة من الله، والزوار تمشي ورحمة من الله، خير من علي من أبي طالب، بركة من الحسين أبو عبد الله، مو من عندنا احنا. صار لك كم سنة تمشين حجية؟ والله صار لي هاي السنة 20 سنة صار. 20 سنة؟ الله يوفقك، الله يوفقك. 20 سنة
انا صار لي امشي قاعد اي من قبل من أب قبل أب قبل لا يستشهد انا امشي مشاي. زين حجيه اليوم احنا نقول ما وقفكم حار ما وقفكم تعب. لا 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 تعبنا كله للامام الحسين. سلام الله. احنا نقول هي اللي ناظره ابنها للامام الحسين يوقفها حار يوقفها تعب. ما يوقف لا تعب ولا حر ولا شيء ما دام انا ناويه من طلعت البيتي من بيتي طلعت وعفت الاول والتالي للامام الحسين رايحه. سلام الله عليك يا ابو عبد. الامام الحسين انا رايحه يعني شنو الجهاد مالي؟ ما عندي شيء عقب الامام الحسين ما عندي وسيله. هذا هو هذا هم احنا نقول هو المجيء الى الامام الحسين هو هذا اكبر جهاد واكبر تضحيه. عندي وسيله عقب الامام الحسين كل شيء ما عندي. أكيد. وسيلته وهو ابنه ضحى بنفسه للامام الحسين منط السيد السيستاني فت وهو مشى. ينطيش من صبر زينب يا يما. الحمد لله والشكر. الله يبارك فيك. شكر الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. اليوم شلون شفت انه الزوار بالطريق؟ شلون شفت انه اليوم اعداد الزائرين اللي متوجهين الى المرقد الشريف؟ الحمد لله والشكر زوار وخدمه حلوه والدنيا تمشي ونعمه من الله، لا خير من علي بن ابي طالب. الحمد لله والشكر. نعمه من الله. احنا اليوم نقول انه هسه متوجهه الى مرقد سيدي ومولاي الامام اليوم لمن تهدين هاي خطواتك؟ الخطوات تهديهن للامام الحسين وهديهن السيده زينب وهديهن لابني. الله يوفقك. كل خطوه لخطيها مشتركين كلهم بيها. أكيد. كل خطوه احنا اليوم انه اكيد ما ننسى انه شهداء العراق اللي انه ضحوا من اجل هذا البلد من اجل تربه الامام الحسين من اجل انه الامام الحسين اي بعد هم ضحوا وجهدوا على الامام الحسين يعني ليش يطون الامام الحسين؟ اليوم زين شو تقولين شو توجهين انه رساله العوائل الشهداء لامهات الشهداء شنو لو وجهنا؟ يعني الحمد لله والشكر الدنيا انا وحشايتك حلوه هسه من تقولين انا ضحيت بابني للحسين ابني للحسين ضحيت بابني للحسين وانا مو انا ردته هو راد الشهاده للحسين قال لي انا واحسن من عدي وزيد من عدي وعتهم جهال انا اثنين مضحيه بنسيبي وبابني اثنين شهداء اي اثنين شهداء الله يوفقك اثنين شهادة والحمد لله والشكر ما راحوا على ضحوا للامام الحسين من هو اللي ضحى بعد لا هو وانا وغيره 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 ما تمشي شلون كل ارواحنا اي كل احنا فداء للحسين كل ارواحنا فداء للحسين وهو احسن موته موته احسن من ما طلع بغير درب الحمد لله وشاب ويمشي بغير درب بطريقه عبث لا ما يصير الحمد لله اليوم اليوم يما انه هوايه انه يمكن انت هسه قدرتي ان توصلين للامام الحسين اليوم هواي انه ممكن نقول انه مرضى هواي انه جرحى هواي انه ممكن انه متغربين خارج العراق وما قدروا انه يجوا للامام الحسين شو توجهي لهم كلمه اليوم من هذا الطريق من طريق الامام هذا من طريق الامام الحسين بعد هو والامام الحسين اللي ينويك على شيء تريده وتاخذه بخاطرك انت تمشي على الامام الحسين سلام الله عليك انت الناوي بيه تمشي عليه تطلع عليه تطلع يعني الناوي انت طالع من بيتك طالع للامام الحسين ما طالع لحد اي ماشي بدربك انت ما ماشي بدرب عواج بدرب عادل ماشي للامام الحسين هم احنا اليوم ما ننسى ان الجرحى والمرضى من خلال تقويتنا الشكر الحمد لله والشكر نسال الله العلي القدير انه يمن عليهم بالشفاء ويعودهم الى طريق الحسين شاف كل مريض بجاهه هو الامام الحسين وانا هم عندي مريض وريد من الحسين ابو عبد الله الشفاء العاجل الشفاء العاجل اريد انا لعد رعد الله يوفقك هذا اللي اريد انا وناويه للامام الحسين واخذ شباك العباس لاريده يقومه يوم الاجل فروخه الله يوفقك عنده اربع جال والله ونايم مستشفى انا طلعت للامام الحسين ويت وخبروني قالوا له رعد مريض بالمستشفى وراحوا باكر يسووا له عمليه ويسوى عمليته ابو الفضل العباس ما ادري شيء بعد ان شاء الله ان شاء الله كفيل زينب ما يقصر اريده كفيل زينب احلفه بزينب المظلومه لا اريده يشاف لي رعد كل شيء ما اريده احلفه بزينب المظلومه لا اريده يشاف رعد لي مو الخاطر هي الخاطر بروخه الخاطر جهاله مو الخاطر انا ان شاء الله وتعرفون انتم قلب الام شني اكيد يما اكيد يما الله يوفقه ان شاء الله وان شاء الله يا رب يا بعد قلبك يا بعد عيونك الله يبارك يا بعد روحي احبتي مشاهدي قناه الايام الفضائيه مستمرين بتغطيتنا هذا خليكم ويانا نعم تحية طيبة لكم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأوافيكم الآن من أمام بوابة منفذ زرباط الحدودي وهو من أهم المنافذ الحدودية في العراق الذي يربط البلاد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث ملايين الزائرين ومئات الآلاف يتوافدون عبر هذا المنفذ باتجاه محافظة واسط ومن ثم إلى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين
جميع جهود مستنفرة في المحافظة. خلية زيارة الأربعين تعمل على مدى 24 ساعة وعلى قدم وساق من أجل تسهيل دخول الزائرين وإنجاح هذه الزيارة المليونية. أيضا على الصعيد الأمني القوات الأمنية منتشرة بشكل جيد، شرطة الطاقة وأيضا أفواج الطوارئ والشرطة الاتحادية وأيضا هيئة الحشد الشعبي، جميع هذه الأصناف مرابطة على طول طريق الزائرين في محافظة واسط من جنوب المحافظة وحتى يعني حدود محافظة بابل. أيضا على الصعيد الصحي دارت صحة واسط قامت بنشر أكثر من 80 سيارة إسعاف على طول طريق الزائرين في المحافظة، بالإضافة إلى 200 مفرزة طبية ثابتة وأيضا تقدم الخدمات الصحية للزائرين على مدى 24 ساعة. الجهود اللوجستية في المنفذ مستنفرة وأيضا يعني هنالك نقلة نوعية في عملية يعني تسهيل دخول الزائرين من تعبيد للطرق وأيضا مسقفات وإنارة، كل هذه الأمور اللوجستية من أجل إنجاح هذه الزيارة. والحديث أكثر عن يعني الإجراءات التي اتخذتها خلية يعني زيارة الأربعين، ينضم إليه الأستاذ عبد الأمير مدير فرع واسط لتوزيع المشتقات النفطية ليتحدث لنا عن دور المديرية في هذه الزيارة وأيضا في هذه الخلية من أجل إنجاح زيارة الأربعين. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا عن دور المديرية يعني في عملية إنجاح هذه الزيارة، شنو أبرز الجهود يعني الملقاة على عاتق؟ تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتوفير المنتجات النفطية وتقديم الخدمات للزوار والمواطنين بالأغذية والطرق اللي تخدم زوار الأربعين. قامت شركة توزيع المنتجات النفطية بتوفير المنتجات في كل المحطات وزيادة دوام محطات 24 ساعة مع توفير المنتوج للسيارات الحكومية والمدنية وبالسعر الرسمي المدعوم. يعني شاهد ان بعض الباصات جاءت من غير محافظات الى محافظة واسط، يعني بعض السائقين من بغداد قدموا بباصاتهم الى هنا للمنفذ من اجل يعني نقل الزائرين الى كربلاء، وايضا يعني حتى سيارات التاكسي الصغيرة، هذا كله سيولد زخم على محطات تعبئة الوقود. اليوم كم محطة تعبئة وقود حكومية واهلية عندنا بواسط تقوم بتقديم يعني الوقود والمنتوج لكل هذه الشاحنات من اجل نقل هذه الاعداد الكبيرة؟ يعني كما تشاهد خلفي المنفذ على مدى 24 ساعة يستقبل الزائرين، هؤلاء يعني يحتاجون الى عملية نقل كبيرة جدا وتحتاج إلى وقود كل هذه الباصات والسيارات، ما هو دور المديرية من هذا الجانب؟ نعم، تم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المنتوج في جميع المحطات الحكومية والأهلية وبالخصوص على طريق الزائرين. تم تمديد عمل المحطات لمدة 24 ساعة ليلا والنهار، تستمر الخدمة مقدمة للزوار. كذلك يتم تجهيز جميع السيارات القادمة من خارج المحافظات أضافة للسيارات القادمة من جمهورية إيران الإسلامية. تم توفير وقود زيت الغاز ووقود النفط الأبيض للمواكب الحسينية التي تقدم الخدمة للزوار الأربعين. تم زيارة المنفذ الحدودي ولقاء الخلية المشكلة للزيارة الأربعينية لمعرفة احتياجاتهم والمشاكل والمعوقات بخصوص المنتجات النفطية. فيما يخص أفران يعني الخبز والمعجنات، أيضا يعني هنالك ضغط على هذه الأفران، وهذه الأفران أيضا تستعمل بعض الوقود ربما النفط الأسود لبعض أفران الصمون وأيضا الخبز يستعملون زيت الغاز، يعني هل هنالك تنسيق ما بينكم وما بين يعني الأفران التي تقدم الطعام لهذه الأعداد الكبيرة من الزائرين؟ نعم، حسب توجيهات المركزية المبلغة علينا من السيد وكيل الوزير والسيد وكيل المدير العام بتوفير جميع المشتقات النفطية، حيث تم منح نصف حصة إضافية لجميع الأفران والمخابز التي تدعم المواكب الحسينية، كما تم منح 200 لتر زيت الغاز لجميع المواكب التي تمتلك مولدات وتحتاج أجل هذا المنتوج. نعم أستاذ عبد الأمير مدير فرع توزيع واسط للمنتجات النفطية، شكرا جزيلا أستاذ. شكرا جزيلا. نعم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، ما زلنا وإياكم مستمرين بهذه التغطية المباشرة من داخل بوابة منفذ زرباط الحدودي، وما زالت الأعداد المليونية تتوافد صوب قبلة الأحرار كربلاء المقدسة. أترككم الآن ولقطات مباشرة من أمام بوابة منفذ زرباط الحدودي لهذه الأعداد المليونية من الزائرين الملبين لزيارة أربعينية أبي الأحرار.